السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب وبنات؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو رح نعمل تحضير الأكل للحيوانات إن شاء الله، وماكينة بتصنع لنا الأكل، بتجملنا إياه، بتجهز لنا إياه، كلياته رح نحكي عنه بهذا الفيديو. بس قبل ما نبلش الفيديو أرجو أنكم تحطوا لنا لايك والاشتراك، وتكتبوا لنا تحت التعليقات على أول تحطوا لنا نقطة، وإن شاء الله أعرف الناس اللي عم بتتابعني مين. عم بشوف يعني مشاهدات فيه مو كثير صراحة، بس يعني مشاهدات حلوة فيه، بس ولكن ما عم بشوف تعليقات. بدي اشوفكم، اتعرف عليكم، بدي اتعرف على الوجوه الجميله، او بالاقل نعرف هي صفحاتكم، نعرفكم انتم داعمين من البدايه ان شاء الله. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. ليز عم بدايه اول شيء نروح على المودات، نفرجوكم ايش هو المود اللي رح نستخدمه اليوم، اللي هو هذا المود رح نستخدم اسمه انيميلي فود باك. تمام، هذا هو المود رح نستخدمه. في عندنا هون عدة انواع تحضيرات رح نحكيها كلياتها ان شاء الله خلال اللعبه. هلا نفتح الكتسيفة ونفوت عليها، واهم شيء لازم نشغل المود حتى ما ننسى ونجيب ام العيد. وهي دخلنا بيوم جديد وبلشنا، وطبعا اليوم رح يخلص، بس خلينا نشيك على السيارات اللي الماكينات اللي وقفت، خلينا نشغلها قبل ما نروح الى النوم او نخلد الى نبلش شغل. بس ما فيش تاني. طيب خلينا نفصل بكام وناخذ البيكام بس لحاله، ونروح نشوف الكيش رح نحط فيه بنعمل الاكل، او ماكينه دمج الاكل نقدر نقول عليها. بس مع انه صدق تصير مسافه يروح ارجع كل شوي، بس يلا عادي، بتشوفوا هاي بالفيديوهات اللي شو اسمه المسرعه. فاي على فكره تذكرت شغله، في عملنا استبيان بالقناه، عمل استبيانين تمام، واحد مشان محاكي لسيارات الشحن، والثاني عامله مشان العاب انزل عنها سلسله. بس ولكن التصويت لحد الان انا في حاضر رقم حتى بلش هي السلسله، الناس اللي تصوت، بس لحد الان احنا ما وصلنا نص الرقم هذا. فارجو ارجو منك اذا انت عم بتشوف هذا الفيديو، بعد ما تخلص تروح على المنتدى وتشيك على الفيديو على الالعاب الموجوده، واختار شيء لعبه عنها، واللي ما بتعرف عنها موجود تحت، انا كاتب تحت التعليق كاتب فيه شرح، فيه وصف كامل عن اللعبه او كل لعبه شلون وصفها. تمام، وتقريبا تقدر تقول كل الالعاب هي عالم مفتوح، لاني في نسيت انا اكتب عنها، ما نسيت اكتب عنهم، كلهم عالم مفتوح، انهم كلهم عالم مفتوح مشان كل واحده بس لها فكره مختلفه. تمام، هلا هون انا كنت جاي ناوي احطها هون، بس قبل شوي انا دخلت وشيكت على الوضع، بس المعمل جدا كبير هون ما يسع معنا، فلذلك حنحطه في هذا المكان ان شاء الله. هالمكان راح يكون، بس لازم احنا نقصين عشان بس، يلا اوكي نو بروبليم، كل ما يكون يعني عادي. ندخل لهون، ندخل لهون المعمل اللي هو طبعا رح نحط هذا، شوف هذا زي صغير بحطه هون، نحطه بعدين، هذا بفيدنا بيخسر الشوندر السكري، ومع انه نحن عندنا شوندر والله تحت، حطه وبكره بنشتغل فيه. بحط هذا المعمل الاول هون، طبعا هذا رح نشتغل فيه بعدين، صار لفرجع لكم حطيناه ان شاء الله. هذا هو المعمل نحن نشتغل فيه. طبعا هون في عندنا ستوريج له، بس نحن اساسا في عندنا استهلاك، وفي عندنا ستورج جدا ضخم اساسا نحن حاطينه قبل، اللي هو وينه؟ اللي موجود بالارض بتعرفوه، ولا بورجيكم اياه شوي ثاني. المهم فنحن بدنا نحط هذا اول شيء، هذا طبعا هذا ميزته بيدمج احسن ما ضل انا بخربط بالمقادير تبع القش والسلج والعشب. هذا بيخلط لي اياهم، بجهز لي اياهم، بس انا بحط له الكميات هو بيخلط له وبيعطيني، وبدل الماكينه الموجوده عندي اساسا ببيعها وبشتري هي انفع لي. طبعا في هون ماكينه ثانيه كمان تسوي للخنزير تخلط لك الاكل، بس الخنزير اكله مو كثير، لانه يعني كله على بعضه ثلاث انواع، يعني بتحط من كنه بتفضله سياره 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 وتفاصيل. بس نحن هذا المود بدنا اياه، رح نروح نثبت هذا المود. طبعا شوفوا انا قبل جيت حطيته، بس كثير مره كبير كبير مره، شوفوا ما اكبره والله. تعال نحطه هيك، ايش رايكم على ما هو عليه؟ اتس اوكي مان، تمام حلو. هلا احنا عندنا صار هذا هو المعمل جاهز، في عندنا ثلاث خزانات، يمكن مشان احط فيهم القش وش اسمه الغراض، والباقي من الطرف الثاني اتوقع هون نحط المازوت، اي والله مازوت، نحط المازوت، واتوقع هون مكان للطبالي، بس خلينا نفتح من هون، بس فتحناها بتوضح لنا كل شغله ايش شغلتها. هسه شوفوا شلون هون من مكان التخريج، هون راح يخرج البضاعه، وممكن يكون موقع الاوت حلو هون. اوه في هون كمان محل، ان هون محل مدخل البالات، هون مدخل المازوت. اوه والله كبير المعمل هون، معناته من الطرف الثاني ما في شيء له مدخل. اه والله هون ان 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 ثلاثة ان ان ان. المهم رح نروح نجيب اول سيارة،
بنضيف فيها هواء، خلينا نعبي فيها اول اشي نعبي قش، لسه نعبيها قش، او خلينا نقسم السيارة للقش قرشي رح ينطلب هون قش، ونحط بالتانية نحط فيها ايش اسمه عشب، لأن بدنا عشب مو عشب عشب ولا هاي بده سيكر هاي مو عشب هاي منيح معها بدنا عشب هاي تمام. أحدهم تم توقيفه عن العمل. طيب خلينا نعبي هلا الهاي. تمام هلا عبينا نحن الهاي وعبينا القش، وهلا بنروح إلى موقع التفريغ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إلى مكان التفريغ. طبعا هلا في أنا عندي التريلا ما عاد لها أي دور، يعني ما عاد لها أي شغل، فرح نبيعها إن شاء الله بس خلصنا. يعني أتوقع يعني هي حقها تقريبا كان وقت اشتريتها أنا، هو ده 15 شوف شرحها. اشتريتها هاي هون. حقها 53 ألف، أتوقع على حقها بالخمسين ألف رح يبقى 25 ألف رح يرجعولي من حقها أكيد يعني. وينها لايك ها شفتوا 36 ألف that's okay سيل روحي الله معك. ما عاد بدي إياك أساسا، ما لك أي شغل، ما عاد لك أي دور باللعبة. حلو يعني وفرنا 65 ألف أو يعني حطينا 65 ألف يعني it's okay no problem. يعني هلا نوصل نحن نطلع كمية أكبر من المنتجات وصرنا يعني ما نوجع راسنا بالتخليط وتعرفون الطوشة كنا وين نوجع راسنا. طبعا السلتش من هنا رح نجيب السلتش أكيد رح نسأل فيه. أول شيء نقلب هاي لهون على اليمين هلا كمان من هون مضمون هون حلو هاي الاول هون والثاني هون حلو معناته اول واحد سريتش يتعلم وعلى ما يبدو انه الكمية انا عم بحطها جدا 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 ضئيلة لا بروبليمين. طبعا في عنا هون ماكينة احنا كانت هي عم بتحول لنا لهايد تعال نشوف احنا حب لنا شوية هايد من عندهم لا لا ايش بدي الشاف لا يا الله خلص وقف وقف ايش بدي اسوي بالشاف لا والله هذا الشفاف ما اعرف ايش اسمه. طيب خلينا نفرغ هذا للشفاف هون اول شيء هون في عنا 15 ألف حلو هاي سيليتش طبعا 15 ألف ايه كل السيارة تمام بس بدنا هاي منين نروح نجيب هاي والله مشكلة هيك مشكلة هيك تمام عبينا 15 ألف سيليتش الله بروح نفرغ. طبعا انا هون هلا بحل هاي بجيب ايش اسمه بحط عليها بحط هذا ايش اسمه له بحط مثل هالببلة طب كمل تبريد الأرض هلا هون على اليمين هي صارت على اليسار أوه تمام حاضر وين راحت البضايع؟ أبوه والله هذا خزان كبير بخلو يا معلم ما بينت فيها 22 ألف و 15 ألف طيب بنشيك أوه بدنا مازوت ضل شيت مان راح هو حطه على المازوت خلي يعبي مازوت طبعا اول شيء افضيها من المي بعدين احطيها تعبي مازوت وبروح انام بما في بلكي تكون تعبت ان شاء الله يعني هيك اعتبروها نمت تمام هي عبينا شيء 450 لتر ممتاز راح اقول لكم شو حاعمل هلا راح افضيها وراح اقطع التعباي واروح انام ليش؟ لان لما انام اجي الصبحيات بكره لما حنوم وفيق بكبين راح يكون موجود ال شو اسمه ابو نعم كان ظهر في تشستي راح شو اسمه طولوا بعض الزبده راح يكون اشتغل المعمل عرفتوا ليش؟ وهي 450 فيهم كازيت موظوف كان نحط عندها لعبينا موظوف يا معلم موظوف 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 وين صوتك؟ طلعت تبعت توقف انا ما اعرف من وين جبت موظوف ايه علينا هو اللي يدري بينا
والله بسيط. تمام اوكي. مين الان نخلد الى النوم ونرى ما سنراه من احلام جميله. هات ربط على الساعه نام. واي لقد نمنا 11 ساعة وكان الآن نستيقظ صباحا بكرا ونرى ماذا حصل في الكروم. أنا أشوف شو صار عنده مظبوط هذا بارك يشفط بهالمصاري لأنه ما أتوقع عنده كثير. 1200 لتر يعني كأنه الوقت بس أخذه ما حسب إنه نمنا وفقنا. يلا على كل حال ما في مشكلة بنفضيلها إياها ولا بنجيب سيارة الشحن ونشوف شو طلعت لنا ماكس أو الأكل ماكسر. والله صرفة 300 لتر حرفيا 300 لتر نايسة. الله بنجيب هاي التريلا نشوف شو تضل. اول شيء نشيك على الخزانات شو تضل فيها. هون صفر 14000 5000 نعم اكثر شيء نستهلك القش والسلك اول بلد هذا اللي تركته فاضي. طيب عبي بوشيه اي ماكس شايفين شلون هذا هو الاكل الماكس. طبعا هاجي بدهم البقر اكل ولا بدهم بقر بس الطاجة زي ما كانت بدهم اكل. اوه بدهم كتير يعني الحمل كله بيروح على الفاضي بتفضى معنا على الايزي يعني. اخترنا محاج شلط فيها اوه بس فيه 16000 نايس فضي 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 كل شيء. شايفين شلون؟ هيك عمليا اسرع وبنفس الوقت يعني ما توجع راسك. حطينا ضبية زيادة نقصنا شوي زودنا شوي خلاص هون نحط كل شيء وروح. حلو تمام نايس نايس شايفين شلون؟ انه العمل جميل جدا. الان نذهب الى الارض ونفرغ هاي الكمية وطبعا بدنا ضبية لل شو اسمها تذكر علينا بالفقر اساسا طلع الموسم. احسن ما نضل نجيب لهم بس بدنا نجيب لهم هاي. يلا هاي بسيطه بعد ما نلم العشب نحطه بالارض نجيب هاي الماكينه تمشيها فوقها خالصين. شفتوا شنو؟ حطش حوالي هاي الله يعني كثر ما فيش اسمه. الله اكبر دي رند على اليمين هي اليمين ليش ما فضت؟ هذا من كتر ما في اكل بدها تنظيف بننظف عليها يعني بس استنى شوي هلا قبل ما نسكر الفيديو بننظفها ونفرجيكم شلون كمان تنظيف اذا في حدا بباله شلون بدي انظف عند البقر. هاي الثانية هلا هو من الواضح انه ضل معي شوية اكل بس ليش ما عرف. المهم نيسة خلاص تمام فضيت. هي اسرع شيء او تعتبر هي اخف حركه بين باقي المراكب اللي عندنا. نفتح هذا الكل. تعال تعال تعال. فاشيكم بالتصميم عملت هون اخضر كله اخضر وعملت هذيك كلها بيضاء ومع شفاط وعملت ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في اهم شيء تمام اتس اوكي. مين وين نظفنا عند الحيوانات شايفين شلون؟ طبعا مو بس بهي بتقدر تنظف تقدر تنظف كمان بالتراكس او بهي شوفوا شلون شوفوا هاي شكلها شلون تقدروا عن طريق انه تجيبوا هاي وبتنظفوا بس هي ما عاد شي غير 100 يعني هي افضل يعني بس هو كلها بعض طلع معي 1000 يعني 13 13 شلون بس انا بفضل هاي افضل ليش اسرع لي عرفت شلون بس هذا السبب بس كل ما عم يلعب وبس. هلا بروح نفضي
بس اليوم علمناكم هذا القدر مكتفي ان شاء الله، لان صار فيديو شوي طويل بده قصص كثير، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انتظرونا كل يوم فيديو جديد حلقه جديده الساعه 6. اهم شيء رايكم، وتروحوا على المنتدى بتصوت وبتشيك على الالعاب. طبعا اللعبه الاولى هي ديث سترينج، هذا اللي تبعيته شو اسمه هذا كوجيما. اللعبه الثانيه تبعيت ريزن ايفل 3 رعب، طبعا الاثنين عالم مفتوح. واللعبه الثالثه هي ردت، بس انا بفضل يعني حسب ما شفت التصويتات مختلفه يعني صراحه، تطلع لعبه وتنزل تطلع لعبه وتنزل. فلذلك رح اترك لكم حقيقه التصويت لهذا الموضوع كليته. وبالاضافه في كمان في بوست فوق بنزله انا عن محاكي الشاحنات، اذا بتحبوا اعملكم بثوث مباشره على الفيسبوك وبشكل دوري، يعني مثل شو عم بحملكم كل يوم محاكي المزرعه بنزل لكم فيديو عنها، بعمل لكم بشكل دوري يعني او كل يومين بث عن محاكي الشاحنات، ونحكي لكم قصص وندردش هنيك، بجد رح نستمتع بشكل جدا كبير. بس ولكن هذا تركوا على تصويتاتكم. طبعا انا حاطط في رقم في بالي، اذا وصلنا هذا الرقم ان شاء الله من التصويت والموافقه على البثوث رح اعمل هذا الاشي واعمله. طبعا انا عم بعمل بثوث بس ولكن مو هالقدر الكبير يعني، بس هيك انه عم تشوفوني انا عم بعمل بث، بس انا في كم شاب بالدنيا نعمل بث، بس ولكن انا بدي تصويتات اكثر منكم حتى اعمل مشروع يلي براسي حتى يطلع معكم شيء بيرفكت. حتى لو ما شفتوا بالبث المباشر رح تشوفوا الفيديوهات هون ان شاء الله. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.